ببنت برای اینکه طبعا كما تعلمون الان نتحدث عن المستقبل ونحن في ايران خضنا تجربه حرب مفروضه علينا ولكن بعد هذه الحرب استطعنا أن نبني أنفسنا ووصلنا إلى الطاقة النووية باستخداماتها السلمية وهي تستخدم في الكثير من القطاعات الصحية والتعليمية وما شابه وأيضا في الطاقات المتجددة والبديلة. نحن نريد أن نقول أن علينا أن لا نعيش أو نظل قابعين في الماضي، يجب أن ننظر إلى المستقبل ونتحرك نحو ذلك المستقبل بخطى ثابتة. إيران تحظى وتتمتع ببيئة خصبة أدبية خصبة جدا ودائما هي في حالة تنامي وازدهار وفاعلية. كل عام أكثر من 4000 رواية تقريبا في إيران سنويا. منظورم هست وقصة در إيران منتشر مش. لدينا مدارس لتعليم فن كتابة القصة والرواية ويشارك فيها الكثير والعديد من الراغبين والمحبين بتعلم هذا الفن، وهذه المدارس والمراكز تخرج سنويا عدد مهم وكم كم كارهاش منتشر. هناك الكثير من المثقفين الذين أتوا إلينا فأغنوا ثقافتنا من الأراضي الفارسية أو من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ليس حاليا وإنما تاريخيا. وأيضا هناك الكثير من الأدباء الذين ترجمت أعمالهم ونتاجهم الأدبي والمعرفي إلى اللغة الفارسية، هذا يجب أن يتم الاشتغال عليه أكثر، لأن العلاقات هي ليست فقط علاقات سياسية أو علاقات عسكرية أو علاقات دبلوماسية، وإنما الأساس في هذه العلاقات هو العلاقات الثقافية. عندما نشتغل بشكل صحيح على بناء علاقات ثقافية قوية فإنما يمكننا القول بأننا اشتغلنا على أسس قويمة وعلى علاقات قوية يمكن أن تذهب بعيدا ويمكن أن تكون ويمكن أن تضرب عميقا في أساس التاريخ وفي أساس العلاقات الإنسانية ما بين الدول.